الجزء الثاني المكون لجزء الدماغ هو البونس، والبونس عبارة عن Oval Shaped Expansion of Brain Stem، يعني امتداد بيضاوي الشكل لجزء الدماغ. تقع البونس في المنتصف بين الميد برين في الأعلى والمدلة أوبلونجاتا في الأسفل، والبونس بتكون انتفاخ بارز بيكون موجود قدامه الكليفاس وموجود وراء السيريبيلم. المعنى الحرفي لكلمة بونس يعني جسر، والمعنى ده مناسب لأن الألياف المكونة للبونس واللي اسمها بونتاين فايبرز يعني الألياف الجسرية. بتعمل ايه بقى الألياف دي؟ بتعمل ريلي للسيجنالز بين السباينال كورد والسريبرال والسريبيلر كورتيسيز، يعني حلقة وصل أو نقطة اتصال للإشارات العصبية اللي بتمر بين النخاع الشوكي وقشرة المخ والمخيخ.